أسبوع بعد الحادث الأليم الذي شهده الطريق الوطني رقم 3 في بلدية سطيل بين ولايتي بسكرة والوادي، والذي أودى بحياة 12 مواطناً وخلف 59 مصاباً، لا يزال الجرحى اليوم يتلقون الرعاية اللازمة بالمصالح الصحية للولاية. Nous avons eu 10 victimes décédées sur place, sur les lieux de l'accident. Deux autres victimes, une victime est décédée au cours de l'intervention parmi les trois opérées en urgence. Une des victimes est malheureusement décédée suite à de graves blessures internes. Cinq ont été évacués, les plus graves, cinq traumas crâniens, dont un brûlé grave, ont été évacués vers le Elouette. Quatre autres ont été évacués vers la wilaya de Biskra. صراحة الحدث هذا الأليم المؤلم، ومن بعد نقلنا العين المكان حنا بسرعة، على بالنا باللي كان الطفل تاعي كان فيها، تنقلنا ومن بعد قالوا لنا توفى يا خويا، ومن بعد داوه الواد سوف، جبنا الخبر باللي داوه الواد سوف للسبيطار. يعني وبارك الله فيهم العمال هذو تاع من المدير حتى ونشكروا اهل واد سوف كامل على التضامن تاعهم. الحادث المروري الذي وقع بعد اصطدام مباشر بين حافلتين لنقل المسافرين اعاد للواجهه مره اخرى الوضعيه المترديه للطرقات في الجزائر، مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمه. نظرا للحوادث المروريه المتكررة والتي فقدنا فيها الكثير من الأرواح، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتسجيل عملية في الطريق الوطني رقم 3 على مسافة 20 كيلومتر تنطلق من حدود ولاية بسكرة باتجاه الجنوب مرورا بمدينة سطيل، والأشغال جارية وسوف نستلمها إن شاء الله في غضون نهاية مارس أو بداية أفريل لسنة 2020. ويبقى توخي الحذر مع الالتزام والتقيد بقانون المرور أهم عامل من شأنه القضاء على إرهاب الطرقات.